حلوين طلاب صف خامس، يعطيكم العافية يا مس، وإن شاء الله تكونوا بأحسن حال يا رب. اليوم يا خامس رح نحكي عن درس أعتز بلغتي. رح أقرأ لك الدرس يا مس، ورح نشوف إذا في مجموعة من القواعد المهمة نستخرجها، ورح ناخد اليوم أهم إشي قواعد التراكيب والأساليب اللغوية. ركز معي على القراءة. أعتز بلغتي، تبع معي يا ميس، أوكي؟ يلا حبايبي. قالت عبير: ذهبت اليوم إلى مكتبة المدرسة وقرأت كتاباً عن اللغة العربية ومكانتها بين اللغات. قالت الأم: حدثينا عما قرأت يا عبير. قالت عبير: ذكر الكتاب أن للغة العربية قيمة عظيمة، فهي لغة القرآن الكريم، فقد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتعقلون، صدق الله العظيم. وهي لغة التواصل والتفاهم بين أبناء الأمة العربية، ومن عوامل الوحدة العربية. واللغة العربية من أقدم اللغات التي ما زالت تتمتع بمزاياها من ألفاظ ومعان وقدرتها على استيعاب كل ما هو جديد من علوم ومخترعات، لذا علينا أن نعتز بها ونحافظ عليها. قال ماهر: وكيف نحافظ على اللغة العربية يا عبير؟ ابتسمت عبير وقالت: نحافظ عليها يا ماهر بأن نتعلم إملائها وقواعدها، ونتحدث اللغة العربية الفصيحة ونتباهى بها، فلغتنا من أجمل اللغات. قالت الأم: ولا تنسوا يا أعزائي أن كثيرا من غير العرب يتعلمون اللغة العربية لأنها غنية بالمفردات والمعاني. قال ماهر: أشكر لك يا عبير هذه المعلومات، وسأحرص على التحدث باللغة العربية الفصيحة دائما لأحافظ عليها. تمام يا مس؟ طيب، قالت فعل ماض، فعل ماض. من التي قالت؟ عبير، فاعل. اليوم، متى ذهبت؟ اليوم، إذن اليوم ظرف. زمان، مكتبة المدرسة، مكتبة اسم نكرة، أجا وراها اسم معرف بآل مجرور، إذن مضاف إليه، المكتبة مضاف إليه. قرأت كتابا، ماذا قرأت؟ كتابا، مفعول به. بين ظرف، قلنا أي اسم يا خامس بيجي بعد الاسم هو ظرف، تمام يا مس؟ أي اسم بينكتب بعد الظرف بيكون مضاف إليه، تمام؟ تمام. عندنا التي اسم موصول، هي بين ظرف مكان، الاسم اللي وراء أبنائي مضاف إليه، تمام؟ أوكي. هون مخترعات، جمع مؤنث سالم. علوم، جمع تكسير. أن نعتز، أن حرف نصب، نعتز فعل مضارع منصوب. كيف نحافظ على اللغة العربية يا عبير؟ هون عندنا أسلوب استفهام، تمام؟ بأن نتعلم، أن حرف نصب، نتعلم فعل مضارع منصوب. طيب، يتعلمون، هي عندنا هون فعل، أخذنا بالصف الرابع عن الأفعال الخمسة، يتعلم فعل مضارع زائد واو ونون، فعل مضارع زائد واو ونون بيعطيني شو إشي اسمه؟ الأفعال الخمسة، تمام يا خامس؟ هلأ أسئلة المعجم والدلالة وأسئلة الفهم والاستيعاب رح أنزل لك إياها بالصور بالكومنتات، أوكي ميس؟ نيجي للتراكيب والأساليب اللغوية. حكينا إحنا بحصة الصبح إذا حضرتوا سلسلة التأسيس اللي أنا نزلت لكم إياها أول مرة بالفيديوهات، حكيت لكم عن إشي اسمه أقسام الكلام، حبايبي عندنا أقسام الكلام، يقسم الكلام لثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف يا خامس، تمام؟
الاسم يا خامس هو كل اسم له مجموعة من العلامات، بيبدأ بقل التعريف، بيقبل اتصال الضمائر. ماشي؟ مس. وأكتر، أكتر طبعا، وبرد بيقبل التنوين. وأكتر علامة من العلامات اللي بتفيد الاسم إنه تقبل حرف الجر قبلها، إنه ممكن يجي قبلها حرف جر. إذا قل التعريف والتنوين وبتقبل حروف الجر قبلها. يعني أي اسم، اسم الأعلام له الإنسان، الحيوان، الجماد، هاي كلياتها أسماء. الفعل الخامس هو عبارة عن حدث يقترن بزمن. هذا الزمن يا أبطال أما ماض أو مضارع أو أمر. ماضي إشي صار وخلص، مضارع إشي عم بيصير أو بده يصير، الأمر هو عبارة عن طلب، مقترن بزمن في حركة، إشي صار وخلص أو هلأ عم بيصير أو إيش أو أمر طلب. الحرف يمس مثل حروف الجر وحروف العطف. شو وظيفة طبعا الحرف بالجملة؟ الربط بين أجزاء الكلام. طيب، الربط بين أجزاء الكلام. ماشي يا مس؟ إذا عندي حروف الجر، حروف العطف تربط بين أجزاء الكلام. إذا الكلام كيف بدي أحكي لك؟ الحرف هو ثالث قسم من أقسام الكلام. ممكن يكون كلمة من حرف أو حرفين، باء، من، لا، على. طبعا البي كحرف جر، من، لا، على، هاي بتختلف عن حروف مثلا كلمة كتاب. أنا ما بقصد بالحرف اللي هي حرف الكاف أو حرف التاء أو حرف الألف أو حرف الباء، لا، أنا بقصد كحروف إلها دور في ربط أجزاء الكلمة ببعضها البعض. واضح يا خامس؟ تمام يا مس؟ هاي أقسام الكلام بكل بساطة، إحنا مو مطلوب منا أكتر من هيك. بدو يحكي لك إنه في عنا إشي اسمه اسم، حتى شوفوا بالاستنتاج بكتابنا حاطين لنا، نستنتج أن الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم تدل على إنسان أو جماد أو حيوان أو نبات. الفعل كل ما دل على حدث، يعني في عنا حركة مقترنة بزمن، وقت، ماضي إشي صار وخلص، مضارع هلا عم بيصير أو بده يصير، والأمر اللي هو الطلب. والحروف كلمة تربط أجزاء الكلام، فيعني ما بقدر أنا أحكي عن الحرف الكاف لحاله والتاء لحال، لا، مثل حروف العطف وحروف الجر. تمام يا أبطال؟ تمام يا مس. هلا بدي نحل الأسئلة مع بعض. طبعا يا مس هاي الأسئلة اللي حصور لك اياها انزل لك اياها بالكومنتات برضه. تمام، بحكي لنا هون ميز الاسم من الحرف، من نميز نشوف وين الفعل وين الاسم وين، اقرب لكم على الكاميرا. رتب، واضح؟ يلا، رتب علي الكتب على الرفوف. فعل، اسم، اسم، حرف، اسم. نفس الشيء تحت بدنا نعمل نفس الشيء، بتكتب الاسم لحال والفعل لحال والحرف لحال. حدد نوع الكلمة اللي تحتها خط، واو حرف ايش؟ عطف. صلاح اسم، يحرس فعل. السؤال الثالث نستخرج ثلاث أسماء وثلاث أفعال وثلاث حروف من الدرس. والسؤال الرابع نحط اسم بجملة مفيدة. هلا أنا رح أصور لك الحل هذا كلياته وأنزل لكم إياه على الكومنتات. إن شاء الله يا مس أنتوا تكونوا عم تستفيدوا معي، إن شاء الله يا ربي يا مس الله يوفقكم وينجحكم ويعلي مراتبكم وترجعوا لمدارسكم وانتوا بصحة وخير وسلامة. يعطيكم ألف عافية. وأي استفسار يا مس أكيد لازم تبعتولي، ونشوف على خير، نشوفكم يا رب، ويعطيكم ألف عافية.